أهلاً أحبائنا مشاهدينا. واحد من أهم الأسئلة في الكتاب المقدس في العهدين، العهد القديم والعهد الجديد، كيف يتبرر الإنسان عند الله؟ وهذا السؤال كان عبارة عن صرخة قديمة، ونفس الصرخة ما زالت حتى يومنا هذا. فكل إنسان مشتاق أن يتحرر من عذاب الضمير، ويتحرر من الخطية ومن الإثم والقيود والأكبال اللي موجودة على كاهلنا، وبنفس الوقت يشعر بسلام وبحرية ومعنى حقيقي للحياة. هذا السؤال أحبائي مهم جدا، وكتير للأسف حتى من المسيحيين بيستصعبوا فكرة التبرير، وفي أفكار مغلوطة عن هذا الموضوع. اليوم بنعمة الرب رح نوضح عن موضوع التبرير وكيف يتبرر الإنسان عند الله، وبالحقيقة ما معنى التبرير، وهكذا رح نتكلم عن هذا الموضوع الهام. وأنا بدعو كل مشاهد إذا عندك استفسار أو تعليق أو سؤال فيك تتواصل معنا، وممكن تشاهدنا كمان على السوشيال ميديا لايف. ربنا يباركك، وسأعود بعد هذا الفاصل.